طبيعي في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز بعد أكثر من 80 سنة انهدم السقف بالكامل على القبور الشريفة. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز والي المدينة، أزال الغرفة الخاصة بالسيدة عائشة، أعاد بناء وترميم الحجرة الخارجية، وبنى جدار رباعي الشكل بهذا الشكل. طبعا هذا الجدار يحيط بالقبور من الأربع جهات بالكامل، وميزة هذا الجدار أنه جدار مصمت، يعني ما في أي منفذ للداخل، ما يستطيع أي إنسان الوصول للقبر الشريف. عاد بعد فترة سيدنا عمر بن عبد العزيز وقام بالتقوية للسقف الحوش الخارجي اللي هو أسفل هذا السقف، يوجد القبر الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد فترة سيدنا عمر بن عبد العزيز أزال جميع الحجرات المجاورة وبنى جدار خماسي الشكل من الحجارة السوداء. طبعا اختار الشكل الخماسي حتى يكون نوع من التمييز بينه وبين الكعبة، فما يظن الناس أنه كعبة وتبدأ مسألة الطواف في المدينة. بعد أكثر من 500 سنة في عهد المماليك، السلطان محمد بن قلاوون الصالحي بنى قنبة صغيرة من الخشب على الجدار الأول من الداخل. كانت هذه القنبة تساعد في تصريف مياه الأمطار، وأيضا قام المماليك بعمل دعامة خارجية للجدار الخماسي بهذا الشكل. هذه الدعامة الخارجية اللي تحيط بالجدار الخماسي، وهذه هي الستارة اللي نشوفها حاليا من الداخل اللي تحمل الكتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بعد كده في عهد المماليك السلطان الأشرف قيتباي بنى جدار ثالث من الخشب وترك بوابات، يعني كانت الناس تدخل وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل. طبعا بعد ذلك في عهد الدولة السعودية قاموا بعمل ترميم كامل للجزء الخارجي بالكامل وترميم للأجزاء الموجودة في الداخل ما دون الجدار الثاني، وهذا هو الشكل الحالي اللي نشوف عليه المقصورة الشريفة في المسجد النبوي الشريف. بالنسبة للأخوان في الزيارة بيكون مرور الأخوان من الأمام من هذا الجهة، من هنا بيتم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللي بيستطيع أنه يشوف من الداخل بيشوف الستارة الداخلية. كثير من الناس ممكن يظن أنه هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بالعين ولا بالجسد نستطيع أن نصل للقبر الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تم بناء القبة الخضراء على سقف المجسم بالكامل، فالقبة الخضراء تغطي ما يوجد تحتها بالكامل من قبة صغيرة موجودة لا زالت من الأسفل. صلى الله عليه وسلم.